السلام عليكم، صباح الخير عليكم. توجور توجور في اجواء رمضان في الجزائر. اليوم رانا في ولايه البرج، في ولايه البرج. اليوم رانا في دوز هكتار، دوز هكتار معروفه بلي ريستورون تاعها، معروفه بالاكل تاعها، اكبر ريستورون تاع الشوايه وهذاك من هرم هنا. بصح اليوم ما طعناش في الشوايه، طعنا اليوم في دوباره. ملك الدوباره كما قال لكم السيد ملك الدوباره مورانا. دونك شويه هذاك وقعدوا معنا تشوفوا كيف راه الدوباره. كما قال لكم انا من راني شمسه في الكاميرا ما تشموش. هذه اللوبيا شوفوا اخويا، شوف الحمص. الحمص قلت اللوبيا، هاني وقع راسي خاف ارفع اللوبيا. الحمص هاو الفول، شوف هذا الفول بعد اللي يخدموا هذا. ايوا شوف اللي يخدموا هذا عفسه، شوف واحد وواحد. يذوب واحد 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 كيما راك مزرق بالمعدنوس ولا كمنا. هذه لاصوص حار، هذه تخدم انت كلش هنا؟ هذه لوكال كلش هنا، هذه طوماطيش وحار. هذه لاصوص اللي نخدموها هنا، هذه حار ثاني ولا حلوه؟ هذه مش حار، هذه حلوه كاينه طماطم، لاصوص تاع الطوماط ومع الفلفل المرقد الدبشه ومع الدبشه وبلاصه حمصه ورا كيما راكم تشوفوا. زيت الزيتون، زيت الزيتون. الله اكبر اللي حي دينا، ترى واحد ترى بصاي من عندك. وي انا ما نقولوش من عندك. حاره لا صحه، هاي وكون شوفوا كيف تبدا حاره حاره. لا هكذا هكذا هكذا، ديرها الحرار هكذا، زيت الزيتون هكذا، زيد الحمص فوالا لاصوص او الحمص. شوف كذا هكذا على كيما راه هذه اللوبيا. فولات الله يبارك. قلت لك يا ودي ما مثل اللوبيا انا واقع على صحه قلبي. فولات 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 قال لك مسميها الفولات. شويه دبشه ونعطولها بزوز مرقد هكذا، نبداو نكاسيوها بشويه حار هكذا، شويه زيت زيتون من الفوق. يا اخي درت زيت زيتون، نزيدوا لها شي من فوق. ايوا بالصحه والهنا. ايوا هذه الدوباره، دوباره بسكريه الاصليه اللي شكون درها. واش واش تقول لنا سامي فرد؟ شوف مدوم يدوز وانا هنا في الولايات ما نقولهاش. هاي وانت منين؟ هذا الاصل من تبسط صح، عايش في مشكله. انا الدوباره هذه هذا ميتينا على العام. على العام على العام عندك؟ انا نجوزو بلا رمضان، بلا رمضان نجوزو في اي وقت، في اي وقت. شوف واحد من عندي نجي نزورك مور رمضان. اي وقت مرحبا، ان شاء الله نجي نزورك مور رمضان. على العام هذا اللي جيت انا. واحسن دوباره في البرجه. هيا واش قلنا سامي تفرجوا فيك برك يا خويا. مرحبا بكم عندنا في ولايه برج مواريج، المحل راه في دوز هكتار وفاس مطعم الفردوس. وصحة رمضانكم، وصحة فطوركم، وصحة عيدكم، وصحة عيدكم ثاني. واللي ما كلاش الدبارة عند عادل راه ما كلاهاش. انسى. اليوم رانا 20 رمضان 1444. جوزنا عند واحد يدير دوباره بسكريه الله يبارك، وشفنا الدوباره تاعو ما شاء الله. من بعد دوز هكتار لقيت لبان، لبان بصح يدير واحد الحوايج دوك نشوفوا عنده واش يدير. هو غير مورايا بركا كيما راك تشوفوا، هذا هو مورايا لبان، هذا هذا هو لبان. دوك نشوفوا ترى واش راه يدير. هيا كيما كيما قلت لكم خويا، واش هذا اللي بول هذو؟ هذاك الجبناج. ها؟ الجبناج. جبن؟ جبن جبناج. جبناج. هناك ترى منا ترى نشوفوا ترى منا. هذا قلت لك فروم؟ ناعس. ناعس. ناعس الله يبارك. ديما راقد. توجور توجور راقد. وسي فيها راقد الله يبارك. ودير فيها زبيب ودير فيها فيها سينوك فيها الله يبارك الله يبارك. هيا روح. وعندنا هذا كيف كيف ولا؟ هذه التومية. هيا روح. قلت لكم انا قلت لكم قبيل بلي راه لبان مش كيما لبان الاخرين. هذه توميه يقولوا توميه. لا يقولوا لها توميه. هذه فرماج وثوم. فرماج وثوم. على بال سميتوها توميه. اي والله بريباريا في الدار يا بالله. هذه في الدار. الله يبارك. زيدنا ترى ولي ما فيكش حاجه اخرى. وهذه كوشي وهذاك خلينا هذا عام. هذاك زبده جماعه يعني. هاي خليها خليها فما. وهذو وين شفت راه واحد راه خبينا هادي خبينا هادي في الدريجيدات ثاني زدت لك هادي زدت لك الدبريا هذا الله يبارك. شو 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 با 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 تسخطنا يا وليدي مزبت او تفطرنا ولا يا
وكما راكم تشوفوا نقدر نشوفوا البن ولا الحليبه وي دور بس عطاه يدور ولا حتى كيف هذا هو شيوا هذا حليب هذا حليب كما راكم تشوفوا الحليبه هذا هي الكاع اصفر اصفر ولا اصفر حليب فري هذا انا فري مو بتاع مسخير ولا مجانا هذا مجانا الله يبارك هاي زيد ما ترى شوفوا البن هذا البن ها عمي البن هذا البن هذا البن هاي الزبدة تاعو كيما راكم تشوفوا كيما راكم تشوفوا الزبدة تاعو كيما راكم تشوفوا الزبدة ها الله يبارك هاي هذا سي البن ما شاء الله او بين الريحة تاعها باين بلي راك راك قايم برا الله يبارك هاي خبي هاي سكر سكر ثاني بردو على روحهم يقعدوا سخونين ورنا مع من رانا مع الاخ ناصر الدين هاي الله الله يبارك لي يبارك ان شاء الله وش يعني بالخدمه في رمضان وش والله يا اخي الخدمه شوي 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 ما كاينش كيخبر يعني هكذا ايامات الاولى اسم كانت مليحه كانت مليحه شويه برك الناس بدات ربما الناس دوك يد باز نقولوا شيء بازيد بازيار قش مش بازي على المكان بارك الله بازيار قش بدا العشر ايام الاخرى هذه قرب العيد يسمى 10 ايام الاخرى بدات الله يحفظك واش قلنا سامي يتفرجوا فيك واش راه نقول خويا مرحبا بكم صح فطوركم صح فطوركم صح شريفتكم قلنا شويه ساعه ساعه شريفتكم يعطيك ساعه سيبورتي توسع سيبورتي توجور يبارك اسيدي وفلسطين واش توجور فلسطين الاعلام يعطيك ساعه سيدي أنا توجور في أجواء رمضان في ولاية البرج و دوك شوية هكذاك نوريكم يعني المارشي تاع البرج كيف راه يمشي كيف راه كان الدقلة عندنا الدقلة عندنا الزيتون عندنا كل شيء المارشي تاع البرج هذا هايل 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 يعني أن دي بلوز أنسيان مارشي في ولاية البرج هاي كما راكم تشوفوا الدقلة هنا اليوم رانا في ولاية البرج رانا في المارشي تاع السنتر فيل تاع البرج في طوال الغندرة السلام عليكم واش راكم بخير لاباس خير واش مع رمضان المملكة نقولهم تاع الحاج عيسى حاج عيسى انا عمي المملكة تاع تومور تاع تومور الله يبارك بل انتم الاولين في البرج هنا ها مالا تاع الزهر عندك مالا زهر زهر على الخيرات الله يبارك ونشوف الحالة راهي هابطة شوية في اسوة ما ها سلعة وسومة والاعلام تاع الزير ديما محطوط ها خويا الله يبارك واش قلنا سامي تفرجوا فيك واش قلنا؟ مرحبا بكم ومرحبا بكم مروه الدقلاء حاجه ما تخصكم. يعطيك الصحة خويا يعطيك الصحة خويا. عشك توجور في مارشي تاع البرج رانا نبرك مع أجواء رمضان كما راك تشوف البنان كي داير البنان اخويا كي داير 47 الله يبارك وانا مع الفريزه و30 الفريزه او هبطها
عفوا ودلاع بنتي اسمحي لي نصوركم شفاش شوفوا سامحوا لي هات لي الفرش رانا مع دلاع ثاني كدار هاد دلاع بنطروا الله يبارك واش قلنا سامي تفرجوا فيك واش السلام عليكم صاحب طوركم واش عاملكم مرحبا بكم بكم جيت الاسعار ما نقولوش منخفضه في طريق الانقباض ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كي خلاص رمضان بدا تهبط الحال كي خلاص رمضان بدا تهبط الحال هذه هي هذه هي هذه هي هذه هي السلام عليكم السلام صحاب طوركم توجور في اجواء رمضان رانا اليوم مع سي التفاح 56 ونص ممنوع المس 56 ونص قالك ممنوع المس اللمس اللمس مش المس اللمس اللمس لان هنا يخلطوا بزاف اخان المس راه عندك المس المس خاطي المس انت كلا راك تونسي حياتك صحة سيدي يا اخي راك ماكش تونسي مانيش تونسي اه جزيري ودراس الواد قلت لي المس هذه المسة ما يقول لك ما تمسش هيا السلام عليكم توجور في اجواء رمضان توجور في اجواء رمضان رانا مع الله يبارك شينا نقولوا شينا بركه المولى حلاوه يا المولى حلاوه المولى حلاوه رانا توجور توجور في ماشي تاع البرج كلمه صغيره خويا كلمه صغيره الشعب ضاع بالسناب بالاسعار خياليه اسعار خياليه سناب للشعب الشعب تاع الجزائر راه ضايع كاينين ما يلحقش الباقيطه تاع الخبز كاينه كاينه واش عاد ديال مصاب 35 في بلادهم هاي هبطت هاي 7000 شنو 7000 في بومرديس دار دارت البارح 7000 برك 7000 هذاك مقمر بصوار يا رجل هذا انا نقول لك بركه انا لا باري بقيت بها بعد 70 في الجزائر انا قلت بومرديس دار 7000 واحد عيط لهم وقال لي الفطور في الجزائر قال لي شويه في الطوملاس في شويه فطر قلت له دير 70 في البصره وليدي له كلمة صغيرة كلمة صغيرة صحة رمضانكم صحة عيدكم صحة عيدكم صحة رمضانكم وصحة عيدكم صحة أخويا توجور في أجواء رمضان تفاح صغير الله يبارك جينا قد يا الرايس قد ايه التفاح 46 46 الله يبارك يعني هو ولا هو البصله كيف كيف هو مش 46 خاطي هذا مش واش انا عارف المشكل في الدينار ولا بلا قد ايه يدير 46 46 انا قال كي بان لي كي سيريزا هذا يدير 20000 نورمالمون 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 20000 هذا 30000 هذا في حلو هاي في الجرو انتم راكم تبعوا الجرو واش انت ما خاطي انا البتي اسمع انا اسمع حنا البتي كوميرس ما نهضروش عليك كيما انتم صعب توابل ما نهضروش عليكم خاطرش انتم راكم تلقاو ب 20000 تبيعوا ب 22 و 23000 انا كي دير 10000 عليك يا 2000 3000 على بالي انا بالي ما شعتي دي 20000 كامله بصح الراس الكبير ما يتلعوش ليه الراس الكبير ما يتلعوش ليه ان شاء الله ان شاء الله تلحق ان شاء الله المهم حنا اسمع اليوم ماشي سياسه ما نشاء الله السياسه حنا نهاد في اجواء رمضان في ولايه البرج هذا ما كان اجواء متكامله راه الغلاء راه الغلاء راه تمس الدار شعبي شامل حبش كما راكم كنتو تسمعوا حتى لي كوميرسون يشكيو ما يشغل الشعب يشكي حتى لي كوميرسون يشكيو على الاسعار غاليين وحنا ما لوبي تاعنا ما جيناش باش نشوفوا الاسعار جينا باش نشوفوا اجواء رمضان في ولايه البرج الحاج واش راك لاباس خير واش تقولنا سامي تفرجوا فيك واش تقولهم صحة رمضانكم يعطيك صحة هذا ما كان بركي عايش كيرحم والدي كما راكم تشوفوا لي زيطاجير السلام عليكم اهلا بك واش راك صافا لاباس بخير واش ابو لاباس والله غادي راك في البرج اليوم جيت تقديم البرج ان شاء الله راس الواد غالي شويه نو 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 هذا حبيبي ها سمير يضرب معك ها كيما راكم تشوفوا هاي هذه طرحه صغيره وانا في اجواء رمضان واش حبيبي واش قلنا على وتقول الناس راهم يتفرجوا فيك كم صحة صحة فطوركم وصحة رمضانكم وعيدكم مبارك ان شاء الله خويا رانا مع البريجية توجور هاي طماطم 8500 الله يبارك قدر البصل قداه؟ 3 ب 20 قدر البصل؟ 3 ب 20 3 ب 20 الله يبارك 7000 راك تسمى
واش راك وليدي؟ لاباس بخير صحه لاباس. واش قلنا سامي يتفرجوا فيك؟ واش قول لهم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. صحه فطوركم؟ لازال. لا لا مش تقول لي صحه فطور. لا لا صح. صحه فطوركم. اي والله واش هذا؟ واش راكم صافا لاباس بخير؟ نشوف في اجواء رمضان في ولايه البرج وخاصه في المارشي تاع البرج كما راكم تشوفوا الزيتون الله يبارك. اسمع عنده اسماوات هذوك اسمع عنده اسماوات هذو والله صور الزيتون هذا عيطوا له كل كاسيات هذا زيتون كاسي وكل يعني مشوي هذا كيف هذا هذا تاع شاد زيتون كاسي فيمي مشوي وهذا كاس وهذا هذه كاسي فاريون هذا كاسي برامو سبيسيال هذه كي عندي المهم عندهم اسماء 10 و 10 منها هذا هو المارشي تاع البرج هذا هو الزيتون وما تنسوش البصله البصله يدير 90 الفوقيله ها 80 هاي الله يبارك هاي يا سيف حنا ما جيناش ديال العسل جينا في اجواء رمضان برك هذا مكان ذا اجواء رمضان في ولايه البرج خاصه في المارشي صحه رمضانكم هذا مكان هذا ما نحوس هذا ما نحوس هذا ما نحوس كلمه حلوه كلمه هديه ياسر الله يا باقي لك سرته ثاني السلام عليكم وعليكم السلام هيا توجد في اجواء رمضان في ولايه البرج اليوم دخلنا في المكتب تاع الحزب جبهه التحرير الوطني تلاقينا مع السي لونيسي عبد الحميد عبد الحميد راه مسؤول في الاداره والنيفو تاع بيرو تاع الفلان تاع البرج تاع محافظة البرج تحكينا شويه على رمضان برك كيف عقبت رمضان كيف عقبت هذو 20 يوم تاع رمضان وش تقول الناس اللي يتفرجوا فيك والله نقول لك ملي بدا رمضان ملي ندخل من 8 ونص وانايا في البيرو هنايا في الاداره حتى للخمسة تاع العشوه باش نروح يا سيدي وكوراج كوراج نصلي هنا نخدم هنايا كل شيء هنا الله يبارك هي تلحق الخمسه انا نروح تكسل شويه هكذا يدل اسمنا ما عندي حتى حاجه منه ولا منه يعطيك الصحه سي واش تقول الناس اللي يتفرجوا فيك واش تقول لهم نصيحه و واش حبيتني نقول لهم نقول لهم خاطرش كاين ناس كاين ناس يصوموا وما يصوموا في الفريش رمضان كريم هو رمضان ما دارناش ربي رمضان باش نرقدوا فيه بالعكس رمضان نخدموا فيه مش تعربيت انا كنت ولي ليا نرقد ما نصومش واش نرقد رقد دار ربي في الليل وفي النهار الانسان يخدم انا الحمد لله والله عديت رمضان هذا والله ما حسيت بعد كلمه اخيره سعد حميد اخويا نقول لهم رمضان كريم ان شاء الله وان شاء الله نعيدوا خير على خير هذاك مكان يعطيك الصحه سي يعطيك الصحه سي عبد الحميد السلام عليكم سلام توجور في اجواء رمضان انا في البرج بوعريج وتوجور مع قناه بيدان معنا قدامنا مينا اهلا بك واش راك يا بنتي لاباس واش راكي صايمه ولا فتره قولي برك صايمه ولا فتره صايمه ولا فتره قولي صح فتره واش كليتي صباح الحليب باش بالخبز ولا بالبريوش بالخبز الله يبارك وكي تقرا ما تقراش واش من سنه الاولى كذا جبتي المعادله فقط اللي فات تسعة الله يبارك تسعة فاصل عشرة تسعة لعشرة تسمى راك انت الاولى في الكيسي لا تسعة فاصل مهم انت الاولى في الكيسي انت الاولى تسكني في البرج البرايجية الله يبارك خير الناس وتقول لي الناس راهم يتفرجوا فيك وصحة سعوركم يعطيك الصحة بنتي دوك انا مع الشاب معنا السلام عليكم وعليكم السلام شفت لنا عسنا دقيقة برك قبل ما نعطيك الكلمة شفنا بلي خلوكم تطرحوا بلدي اللي خلوكم تطرحوا اوتوريزاسيون هذاك منا مليحة اوتوريزاسيون حاجة مليحة وباش ما نديرونجيوش نخدموا اليز نعقبوا رمضان اليز ان شاء الله منا تفيت حلو حتى العيد من العيد عطاوكم يومين تاع العيد ولا عطاوكم يومين تاع العيد ولا ما عطاوكمش لا عطاونا يومين تاع العيد وعطاونا 10 ايام اواخر
حلو. هاي يعطيك صحه الله يبارك الله يبارك. واش راكم تبيعوا عندنا في الطرحه؟ انا شوف انا نبيعوا في الالعاب كل واحد شي نبيعوا في الديكور بخاره والبخور ويت بزاف. انت عندك حانوت ولا تاع هكذاك شومور؟ لا 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 خدام ولا تقرا؟ خدام. خدام هذه رزقك هذا؟ رزقك الله يبارك. يعني نقولوا نقدروا نقولوا باللي احنا ما نهضروش على الدوله. قلنا من الدوله ما نهضروش على الدوله، نهضروا على الخدمه تاعكم هذاك منا. سمعت مستراح في خدمتك؟ اه مستراح تخدم عند روح تصور 100 سلف تحاسب بطال تخدم عند الناس. خدم تخدم عند الناس والله غاستعرف بك. انا نحب لي جون يقعدوا يخدموا، حنا نحبوا لي جون يقعدوا يخدموا، نحبوا الناس الكل تخدم. شفتوا انتم صوار جايين الدنيا، انا ماذا بيا انا دوك يجيني واحد اخر يرقصني في خدمتي انا. ما لقيناش ما لقيناش ما لقيناش. المهم واش نقول لكم، انا صح افطركم وصح اصحابكم والناس، نصيحه للناس اللي هم راكدين ونصيحه وكلمه. نوضوا 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 تخدموا، رمضان مليح والله غير مليح الخدمه. الصباح وكلمه للناس اللي يفرجوا كلمه نقول لهم صحه رمضانكم وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير ويعطيكم الصحه. يعطيك الصحه اخويا. كنا في اجواء رمضان في البورت بار هذه معنا فحله فحله. دير لهم باي باي. دير لهم باي. يعطيك الصحة بنتي. هاي رانا توجور في أجواء رمضان. هذه طرحة تاع السيدي كنا نهضروا معاه كما راكم تشوفوها لي جوي وهذاك منا ولا غا حاجة مليحة. أنا طرحة الدوزيام هذه واش فيها؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يبارك. هذه أجواء رمضان في رانا توجور في أجواء رمضان في برج بارريج. اليوم رانا في سنتر فيل وكما راكم تشوفوا يعني البلديه عطات البلاصه للناس هنا العشرين من الاخرين واليومين تاع العيد هكذاك اخي مانيش غلط. للعيد للعيد. نهار برومي جور حتى دوزيام جور هذيك هي برك. وهذا طرحة سيده وحل فيها لي صاك ولي هذيك حاجه مليحه. انت عندك حانوت ولا ما عندكش حانوت يعني؟ ولا ما عندكش؟ عندي حانوت. عندك حانوت دير حانوت. اي صح. واش قول الناس يتفرجوا فيك برك؟ ومساحة فطركم ومساحة رمضانكم وربي يعاودوا علينا بالخير ان شاء الله. ان شاء الله ربي ربي يفضلك ان شاء الله. رانا توجور في اجواء رمضان في ولاية البرج طرحة مزال كاينين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يبارك الله يبارك. راكم بريبوري في الظل بليلة هذه في السهرة هذه. هذه في السهرة. هذه طرحة هذه واش فيها؟ فيها ديكور تاع المولد النبوي واقيلا. كله صحيح. هو تاع العيد هذا. تاع العيد. تاع العيد. العيد لازم لها الديكور هذا. لازم. لازم الشيء. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. الله يبارك. أهلا وسهلا مرحبا. بيكون نجيك أخويا. كلمة صغيرة الناس راهم يتفرجوا فيكم برك. هاي محمد. هاي محمد اي. دور لهنا باش يشوفوك. دور لهنا دور لي هنا. السلام عليكم وسهلا بكم تفضلوا. اهلا وسهلا مرحبا. عندنا لهنا عندنا كلش. عندنا بخارات الله يبارك. وهذا سبيسيال العيد. هذا سبيسيال العيد. بخارات الله يبارك. الله يبارك. صحة رمضانكم. تهلاو في روحكم ان شاء الله. عايشك يرحم والديك يا خويا. ربي يحفظك. هيا توجور في اجواء رمضان في ولاية البرج. عندنا هذه ثمن نوكا تاع لينا. هاي الله يبارك. تروح للنوكا سيدي. هاي هاي اروح ترى مول النوكا اروح لينا. راكم غاطيها وكلها. والله غاستعرف بك والله غاستعرف بك الغبار هذاك منا. صافي تاع هذه طرحة تاع نوكا. تاع نوكا. الله يبارك. عطينا كلمة صغيرة. واش نقول مرحبا بكم عندنا في البرج وصحة رمضانكم وصحة عيدكم مسبقا إن شاء الله. يعطيك الصحة سيدي. وأنتِ واش تقولي؟ أنتِ واش تقولي لنا؟ قولي صحة فطوركم. قولي صحة فطوركم. قولي برك. أي دوري قولي لي صحة فطوركم. دوري قولي له صحة فطوركم وصحة رمضانكم. هاي روحي. صحة فطوركم وصحة أنا. هذه طرحه فيها واش فيها واش فيها لي جوير بنابل طوموبيلات. طوموبيلات مش ما كاش طوموبيله. كاين طوموبيلات ايوا كاين سيني كاين 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 كلش كاين كاحل هكا. ومرحبا بكم في برج بارح. عاودي اطرى هذه هذه عاوديها ما سمعتهاش. جوج جوج اسمع قولي. ومرحبا بكم في برج بارح. يعطيك صح والله.
كلمة حلوة مليحة كي تجي معند الشاشة راه في يا خا الله يبارك ايه. وربي يوفقك ان شاء الله عاشك حمولتي ايوه. السلام عليكم. السلام عليكم تيجي شويه. السلام عليكم نعطيكم نقطه من اونري كوماسياس اك اك سوجي لي دو مون بي توجور في أجواء رمضان مع رانا شاب زكي شاب زكي هادو أجواء رمضان مع شاب زكي يعطيك ساعة شاب زكي هيا توجور في أجواء رمضان في ولاية البرج باراريج رانا اليوم في الطريق سنتر فيل تاع البرج وشوية كدا تكون عندكم واحد الديكور ديجا عقبنا عليه وشوفناه وانا نوليو في ديما في الأجواء تاعنا ناس نعسانين واحد حب يرقد وحب ينوض السلام عليكم السلام عليكم واش حبيب شفيت انا ما شفيتش واه اي والله واش راك واش راكم صافا خلاص مع رمضان داك راك اسكو برك انا توجور في اجواء رمضان كلمه صغيره برك خلي ما يشوفوكش الناس كلمه صغيره ما تقدرش تهضر السيد هذا هني معاه ما يخدم ما يخدم يصور ما يقدر يهضر ديجا صور معايا ديجا وقفات واش هو اليوم رانا في رمضان راه غير رمضان راه كاو تكنيك ان شاء الله تصوموا بالصحه والهناء اي والله ان شاء الله بالصحه والعافيه ان شاء الله بصحه عيدكم ان شاء الله ان شاء الله هيا السلام عليكم سلام في امن الله عمي صباح لاباس هاي كيما راكم تشوفوا ديكور رانا في وسط مدينه البرج وناس سي نورمال ناس تشري وهذاك رمضان كما كنتم شفتوا من اللور وقيل راكم شفتوه لي بالون هذوك لي بالون في السماء دو في الليل يشعلوا في الليل يشعلوا هيا بالمناسبه اليوم تاع نهار تاعي في ولايه البرج نقول لكم بلي كاينه مايده رمضانيه في الشارع هذا وتروح هنا في برا والشارع هذا اسمه العربي بن ميد زماله تاع بتري نقولوا احنا زماله تاع بتري ان شاء الله مرحبا بكم وكل هذه سا ميساج باك اللي حبوا يجوا يفطروا هنا في البرج يجوا في الشارع هذا العربي بن ميد زماله بتري اليوم رانا مع الشربات شربات بوفيريك حمزه فوالا هذا اسمه شربات بوفيريك حمزه عندنا انواع واشكال تاع الجو كيما راكم تشوفوا نقدر نتلاها اتفرجوا تراها يعني حاجه دوليكس دوليكس كاين حاجه شفتها واحد اخرى حبيت نشوفها نوريها للناس انا لي كولور هذا واش هو هذه البلون هذه الزيست هذه الزيست الزيست هذه مخيطه اي والله هذه اناناس اناناس كوكتيل توت بنان فراز كانطالو الله وعندنا اللي تاع اللي فروي فرويتي يقولوا له فرويتي ماتيورا وراي ها ورا هاي دي فرويتي ناتورال هذه تخدم دي فروي ناتورال تخدم تطورنا باش هاي دوك راه يورينا هذه واش هذه لا كريم لا لا كريم هذه لا كريم هذه لا كريم باش نزيدوها ما لي فروي ابي هذا اللي هو هالشكل كي دير لا فريز وا
وحده سا دي بون دي وحده زوج سا دي بون هذا اسمو الشانطالو الشانطالو هذا الشانطالو الشانطالو بلا اون كونجيلي بها ايه سي نورمال لا كونجيلي سي نورمال ولازم تجي يكون كونجيلي يكون فيرت ما يكونش سخون اه وي هذا التفاح التفاح ورا البلد هذه فيز وكي هذه نخلوها بالفيز كما راكم تشوفوا بريباراسيون تاع لي جو هنايا انا لي بريباراسيون تاع لي جو انا تو تاعنا ها كنا نهضروا فيها كنا نهضروا فيها كنا نهضروا فيها يا ستي وحيا عشرين سنة هنا السيد هذا اللي راه حمزة 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 بوفيريك عنده 20 سنة هو هنا وخاصة في هذا المحل عنده تقريبا 10 سنوات الله يبارك فهمني ومعروف شربتو ما شاء الله يعطيك الصحة راه مع حمزة بوفيريك الله يبارك بارك فيك انا شفنا في الشربات تاعك شفنا الاخر عطينا كلمه صغيره الناس اللي يفرجوا فيك وصحه فطوركم وصحه عيدكم واهلا وسهلا عندنا نحن في الشربات جيب تاني تفضل اهلا وسهلا اهلا وسهلا في شربات بوفيريك ان شاء الله من عام لعام هذا هنا يعني. ان شاء الله دار ان شاء الله اللي عنده يجي واللي ما عندوش يجي وراك راك بوفيريك فيل بوفيريك بالذات انا درت فيديو في بوفيريك مرحبا بكم عند حمزة وليد كابينو هذا اسمع ما كاش اللي ما يعرفش كابينو اونسيا جوار بالكابا وما كاش ما يعرفش بيت بوفيريك ارواحوا مرحبا بكم عند خوكم كابينو حمزة اللي عنده مرحبا به واللي ما عندوش ارواح 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 كليون عندنا من بكري وشوف يهضر على الشربات تاعنا يا خويا واش نقول الشرطه تاعهم هايله طري فروق اللي بدازنا هما يشري عليها هما نايف بدل البلاصه من اللي بدل نتبعهم كل عام ان شاء الله وداني ثاني هذا كثير يصور والله غير البارح ونهضر نهضر فيها الجماعه اليوم ما فا كيما نقولوا انا نعرف ميم لي بري ميم لي بري سون ميم لي بري سون ريزونابل هذا باش الله يبارك فيك بارك اسمع راك شاركت مع في راك شاركت في في بيبان تي في قناة بيبان تي في راك في أجواء رمضان في برج براريج إن شاء الله تبعونا برك ديروا لايك وديروا جيم في الفيديو هذا ربي نحلو يشوف بديت لك جيم واش راك يا بنوته كي نحسانة نحسانة ماشي نحسانة هذه لقيتها في الطوموبيل نصور فيها والله ما لابي لي لابويها ولا عمها ولا خالها واش راك يا بنوته لاباس راكي صايمة ولا فترة باينة بلي صايمة أي السلام عليكم رانا توجور في أجواء رمضان في البرج براريج اليوم فانا قدام لا بولونجري لا باتيسري بولونجري هذا جاي في 2 هكتار دخلة تاع 2 هكتار كيما راكم تشوفوا هاي لا راهي خبز أنواع وأشكال معنا منقول واش راك حبيبنا انت راك تخدم في الخبز الله يبارك ما شاء الله عندك خبز ما شاء الله عندك خبز ما شاء الله حتى حتى الخبز الدار وكسره وما طلعوا كي حاجه ما تخصها بريوش والله تاع الصحه والاسعار معقوله
اسعار جد معقوله، اسعار معقوله يا خويا. تقول انتم تقولوا هاكم تهضروا اسعار معقوله. لا لا خويا ما شاء الله ما شاء الله. وعندنا ثاني خبز الدار، عندنا البريوش بريوش فوري بس خسارة بزاف. الشعب تاعنا راه يطيش في الخبز بزاف، طيش وتضيع. لا تضيع اللي ما عنديش طرف سيرتو في رمضان ما بقى لنا عشا فيها. اه وعندنا لا باتيسري. الكاميرا دخلت حتى في وسط الباتيسريه، يعني ما كاين حتى اشكال. لي طارت هذوك وعندنا لي طارتونات. هو بينا بينا ما لذة وطاب. عارف شوف لي تاكل ليك زيد لك شنو المطلوع من اي الخبز. الله يكفو الله يكفو الله يكفو. انا كيما راه كلشي مطلوب مخدوم هذا في الدار، هذا جاكم الفرونج مخدوم في الدار، يعني في دارو هنا في دارو، يعني لوكال حتى الكسره لوكال. اه وخبز الدار سلكتيني. اه وهذه توجور في اجواء رمضان في ولايه البرج بوعراريج اكزاكتومون في 2 هكتار. كيما راه نقول لكم هذه مخبزة بن مني سي تري دو لا برومونسي على غالب. كلمة صغيرة الحاج على شهر رمضان هذا. شهر رمضان احنا نقول لهم صحة رمضانكم وربي يتقبل ان شاء الله جميع الأمة الإسلامية ان شاء الله، وربي يحفظكم وبالبركة ان شاء الله، ورمضان كريم. مرحبا بكم في اي وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رانا مع بنوت. واسمك؟ اسيل. اسيل اسيل راهي فاي فتره. وريهم كيفاش كي فتره وريهم. كي تكبر ان شاء الله تصوم. وكي تكبر ان شاء الله تصوم يا اخي. هي عطيها الحساب ونسيبهم. هكذا. كوش قولي لنا سميت فرجو فيك. ها؟ صحة فطوركم صحة رمضانكم صحة عليكم. يعطيك صحة يا بنتي. واش قولي ثاني لي انا واش قولي لي؟ ميرسي. بوكو ميرسي دو ريان.